مساء الخير. الأبراج دايما بنسمع إنها أنواع، في أبراج ترابية وفي أبراج مائية وفي أبراج هوائية، فبنعرف مش عارفين كل واحد فينا برجه عبارة عن إيه بالظبط. النهاردة هنتكلم بشكل مفصل عن أنواع الأبراج، هنتكلم عن الأربع أنواع دول وهنشوف إيه الأبراج اللي داخلة في الأنواع دي. يعني مثلا برج جوزاء هيكون ترابي ولا مائي ولا ناري ولا هوائي، ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال حلقتنا، وكمان هنعرف صفات الأنواع دي إيه. هنعرف كل ده من خلال عالمة الفلك الجميلة نيفين أبو شالة، طبعا في حلقة جديدة من العالم الموازي. أهلا بك يا نيفين. أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي. إيه موضوع الأنواع دي بقى؟ بصي، هنحكي الأبراج النارية صفات المشتركة في الأبراج. يعني طيب الأول الأبراج النارية. النارية الحمل، الحمل والقوس والأسد. طيب بصي بقى، الأبراج النارية أولا عندهم حركة سريعة وسريع البديهة، وعندهم الحاسة السادسة، لكن هن دايما بيحبوا الحرية، ما بيعملوا أي تنازل، عنيدين جدا. الحمل والثور والأسد. والأسد بس بنفس لسه على القوس، صفات القوس عنده سلبيات أكتر من الحمل والأسد، لأنه هو غامض في الحب، دايما متوتر، دايما مكتئب، دايما عايش بحالة نفسية فظيعة. يعني بصي أقولك مثلا حاجة بسيطة، في بعض الفنانات من الأبراج القوس بيكون عندهم مثلا مسلسل بيضلوا بعيشوا الحالة فترة 6 شهور 7 شهور لوقت ما يطلعوا منه. الأسد مشكلته دايما عاطفي ومشكلته دايما متسرع في قراراته. لكن مواليد الحمل، بصي مواليد الحمل صعب يفكر في الارتباط، حتى لو ارتبط بيحس حاله اني مخنوق، بيحب دايما استقلاليته.